حاجة عايزة وصلة، عايزة نعل الكوتشيات أو الأحذية اللي بيجي معايا حريمي جاهز. تفصيل جزمة حاليا بيقول زي ما اللي هي الوش بيجي جاهز والنعل بيجي جاهز واحنا بنصلى بنقفل. ما بيجي بس حاليا قرض يعني ما مش بقرض. بس انتوا ما زلتوا بتعملوها هنا يعني من ايام عم علي الله يرحمه؟ من ايام ابويا الله يرحمه علي. المحل ده عمره كم سنة تقريبا عم يعني؟ 69 69 سنة 69 69 يعني كم سنة يعني بقول 55 سنة. الوش بيجي من بحري جاهز بنمر اللي هي ال من 39 لخلي 45 46 بس بتتلاقي في المياه في الأول بعد كده بتشد على القالب تطبع على القالب بعد كده تكبس عشان تطبع على القالب تحط له حشو اللي هي الفرسالية وكلها بيضة بتشد على القالب للميه بتخلي الجلد بيتقسم على القالب بعد ما تنشف مكان تعمل على المجزى بعد كده كبس. كان زمان بنصنع النعل جلد تقريبا بطه. ده عشان هو مش مريح ولا ايه يعني؟ بالنسبه للي كان شغال فيه ما حدش عارف يشتغل محدش يعني كان على اخر حاجه اللي عملها علامه ايوه عم علي كان بيعملها كان بيعملها كان بيعمل الجلد والنعل من التفصيل. الجلد والنعل كان بيجي النعل ده الجلد كان بيجي بلات يعني كان بيجي مش بلات افرخ كبيره هو يبص على الصناعه بس النهارده ما فيش النهارده شاب فيه ملوش خلق انه يعرف يعملها ولا حتى يتعلمها. يعني النعل الجلد النهارده لو النهارده شغال حاليا النعل الجلد حاليا ما كانش ما دي بقت مهنه كانت قرضه. المهنه كانت انقرضت ليه بقى؟ لان ما حدش ليه خلق في النعل الجلد هو قوته لا صعب صعب يعني هو اقوى من النعل اللي بتعمله الشركات دلوقتي الجاهز كتير صعب ان حد يشتغل فيه. انا على نفسي ما اشتغلتش فيه النعل الجلد ولا عارفش حتى اعمل يعني النعل الجلد النهارده ما مش مريح عامه يعني مش مريح مش مريح. هو عارف يعني النعل الجلد حالته ان هو بس في الشمس ما يلسعش وفي الشتاء ما يدخلش الرطوبه. طب واحكي لنا بقى عن الصيانه. انا شايف هنا يعني شنط وشنط واحزمه وحاجات زي كده يعني الشنط لو فيها بعمله شنط اللي هي المدارس قليل لما تلاقي حاجه تشيلها وتحط في الكاميرا بس الشنطه المدارس اللي عايز شريط يتعمل شريط اللي عايزه جرار اللي عايزه تركب سوستة لما تريلات دي لا الشنط اللي هي التريلات اللي هي العجل دي لها برضه ناس مخصوص تانية. طب الأحزمة بتفصلها تفصيل ولا؟ لا خيطها بس خيطها بس برضه ما فيش جلد عشان خاطر فاصل ما فيش جلد. هل الجلد اختفى من السوق يعني الجلد المدبوغ هنا ما عادش موجود في مناطق بتطبخ جلد هنا؟ لا دماغها لا دماغها لا هم بيجيبوه جاهز من مصر. يعني سمعت ان عرب المدابغ لسه ما زال فيها ورش بتطبخ. مفيش عرب المدابغ دي بيعملوا اللي هم اللي هي عارف المعز والخفان دي بياخدوا منها الجلد عشان يعملوا طله للاحذيه او بيعملوا شغل بيها حاجه ثانيه او هم بيجهزوها بيجهز الحاجات دي بيودوها البحري. هو انضف جلد البقري جلد جاموس انشف بيتعمل منه البقري وكل احذيه كل احذيه احذيه انواع الاحذيه اللي بتتعمل يعني هل بيتعمل منه الصيفي ولا الشتوي؟ لا كل واحد مفيش جلد مفيش حاجه اسمها شتوي وصيفي جلد كل واحد بس احسنهم البقري اردى جلد جمل اردى جلد